نمدو من هنا وقت بدل إن كقالو بسيا يا سبعة مشرحي برنامج كي يوحى بسبب شيء هاي وسودوي يسألك وضياشي كصغير قاتي أردتن دبود سيدا قل مدوب مرة بعد سيدا الله سبحانه وتعالى معمك قل مدوب كحا لوية قلالي ومدى أيو سوصل لكي وحا السيء معرفة معمك قود وكدح يا قبل مدوب يقل مدوب لغو أساسي أما لوية قلالي مقالة عدالو لغو دقون إشان يطلنكي علا فصل ودعي وآدمانتي ودعوتيهين وحان مرة بعد مفصل عادي ظروفنا هي كانتي إن معمول كاس مرة بعد دبلو يجلاه أو دبلو يسوق دبلو بسداس أيام أنا وحان كلا قصلي نايدو دولو دفترة الصومالية أو لامي هذا هي هذا كله بيتسان أي قيد بحنا كقاتل إن أنا ولغنا جودي فرصة مرة أما ده كيف فرصة مرة أنا لها هوشاس مرة بعد دبلو هو يجلاه يجيب دوب هرمود كنا قرها سلام الله كاسم هو جامل لها سيدة هذا صوت عن مسهل لنا إن معمول عصوب أما مد بالله يا الله يا الله بس جارهان هدول هرمود كده حياة مو أكسجين وادري بكتار ما هدول ولا سيدة يتلافات يو أوراق بروس كهوري على مرحلة كل سنة يصومي لكن واحد ما يسامعته إن أنا كلنا هاي تأتي جبل جبلة أو عن وحي الإله جت إن أنا صار لما يصير نه هوليه نهري عليه أو نما أنا كنت بدي أهان مركي نصوم رعاوي وحان أنا كنت ما أبنا أو هوشن إن كيف تفصل أي أيوه هرمود كنقطان قيب تفصل هذا عن حال صور صعدة أو دين على صعدة أو عن لأن تزعكر إن قيب بدل أم أمني أم سياسة كواس أنا مركي أنا كهذا مرة وين وزير كي هورس مارت ناشر هذولا لكن قيب تفصل هذا تم أول مهم سن أو أن نجا جندي جنوا أس بديهان وحواي إن عن كشقين أو عن هولو أو عن حقيقنا أو رياشي جل مدو oo aan base ka dhiganay oo wasaaradu base soo dhigtay calaado liiskii ahaa in aan odayaashaas aan xaqiijino oo hubino dabcan qabaa'ilka Soomaalida iyo habdhaqankooda iyo sida ay odayaahday ayaan ahayn waa dood aan dhamaad lahayn waa dood qof kasta su'aal ka keeni karo oo furan anaga marka inaa hawshan ugu muhiimsan waxa waaye bal inaan odayaashaas intii karaankeena ah وحي ترحم بحساء وحي قلق وحي اللي سودي دي هاي إن عن هوشو لصفة سمر أقول له حق قلاف كيا أما حل معناها قريتان قاس قلاف كي كذا شرع عن أنا وحل له وطرق الجبال وعن نجا شغل ندى عساس وها كد مركي عن سلاح من أضيال عن سلاح من وانت وهبوني جل مدوب دي دبل وعاصر هاي aan ka shaqeyno sidii ay noo soo gali lahaayeen baarlamaan galmudug oo tayo leh oo toosan oo ummadda galmudug u noqon kara miraayada ay iska arkaan oo reer galmudug qof kasta oo dhihi kara allay leh qofkani wuu imitaraa qofkani wuxuu qaadan karaa magaca galmudug iyo magacigaba reer galmudug dabcan waxaa la yidhi soomaaliya tiraahdaa ri waliba ama lah waliba shilinka ay sirta ayaa lagu qaadaa haddii aan baarlamaan mugle maqaam iyo muuqaal fiican leh aan la nimaadana maamul fiican oo reer galmudug iyo mustaqbalka caruurtooda ay ku naaloodaan aan heli doonaa haddii baarlamaan loo sahla ay odayaasha karaan taa unba waxay noqon doontaa miraayada reer galmudug ay iska fiirsan doonaan saas daraaddeed anaga waxaa marka xooga saarayna shaqada laga muhiimsan oo labaad oo ah in baarlamaankaas aan keenno odayaashu markay keenaan annagana aan baarlamaankaas aqbalno waa qasab asagana waxaa ka imaan doona khilaafaad iyo kala aragti gidisnaan waayo waaba dabeecadda biraayadka ayaaba ah inay wixina yaryihiin dadka rabana ay tiro badan yihiin marka khilaaf la-aan ma noqonayso arrintaas khilaafaadkaas ka dhashay xulista xildhibaanadana mas-uuliyadeeda annagana saaran tahay
إن عن طرحان بحنا أنو عندنا وإيه حنين عندنا كإيه حنين إسلام فيرنا إدي قرنا قرت يسينا إدي عن سلام الله سيدي هبارة الحمد على أن ساكم هبارة سأله إنه مركز برلمان أدليستي لسلو قولي هاي أو معقولة أو مدرب ريركاس قولي أهان يهرج من الدمان عدة أو متري أو أنو الله برلمان صحة قل كاس نحن وياه قل كلامات هل كاسمك إيجاتو أنك هوشينو ماشا سيكو أكاليسا وحانا هوشي لو ريودونا مكانو بارلمان كاسكينو ودياشا سنصوتو حان بحنو ودياشا كلاب كلاشا عن حالينو بارلمان كا إيكينا كلاب كلاشا عن حالينو وحان كوري جدونا مكاس و بارلمان قلبو غلهلو عدي كلا قدوم كي دورشدي سي يو قليقة مركا أوي بلو شير قدومي مدعبونا دورشدي سي هوشاس أنك ماشاس مركي أنليس كبارلمان كينو أيام وهاي النهاردة الله يدمو، وأنت أومي مثل شقادنا حد أيينا نوبل عرتي أو دم عن سلعة وهسان أو ياشي إن بغلوا كمده، هل كان أي جوان وصور لها دور دوري هي حالة تلفات كذا شقادي دينو الناس عتها ما في عن مريسا دم عن سيدا وروح على اسمه يعني رقم واحد فرح دانو، واحد رجس كل هاي الصور لبلا نيمبا كرتو كم واحد قصير دانته. لكن حان سكودي دون عدي على إدمو جودي حالة تكلفاتك هي ده ما جودي قدام بقى إن أري ما حسنا كو حالة نسي إسلام نملة سومالي نملة عدي على نملة وأنا العلم كا عن إن أنا هو عن آخر لأن أنا أنا كو قدام معلومة سو صعدة أو إلا سنين لو جارين وحان جيني نهدو على إدمو أري تاسي إن نجسو جبو جبو دو سو دماتو جوابها هي سيدا جدو مكو دجيستو لبغا دنا مثل كصوب حنا وحنا لو بدأ جدونا وما تصوب هذا لو بدأ جدونا أيضو دوكيومنتيشن أيضو قام أيضو الدفاع كره وأبنا هنا يد طبعا أي سهل يكون قام دونين ك معناه سن ليه دون الواقع سنة واسكت بعد بالعلاقة وأوكي واحدة كم جملة لكن أنا وحنا قلها وحياتها إن عن ومدى الصومالية يتغير قل مدوك يغيرها إسهيستة إنتبا عن تسنو سيدا عن غالك وقارني لانو ودالنو إذا عراها إيو ميراها اللو تلقالي ومدو إيو ورق وقرهاشانا عن لو ودالك دونو سيئو نقضان وحعب وعيسان نقضان وحنين أو انتجاب بقرشتين لهم قاليا هاي أما أسوك سيدو ربقو كي يشي وحاليري سؤالي حترى حلال معلنا لقوتاه إن معل عدي أنا تاس أيضا ما تو أو مقال تيجي ذا نمارك في سوامي محمد يكنا قدوه تو قرار كستا جوان كل جار بابليك أيوة نقدوه هذا مجتمع يلا لو ذا جدونا هدو على إنه تاس ده أنت سوبر بره قرار كلا أوير أو حرا أنا تابتو أهمية له ما دام قرياشي صحيح حياش أها صار ولا لها حد بعند الجل بدل كلها كان يجوان وحنا هنا أشيرنا جدي أهان إن أي أقبلان أمد الصومالية وأمد إسلام أو إهلي ولا وضع سأل صعتان لدمك الصومالية بحيث لفتا برويهين لما مجتمعا أي لفتا برويهين كمانا بسيج جرتب السيدي دقالو دعان لفتا بر كويسي دعفان معنا لفتا بر يمدح يمسكح أي بلشتر الصومالية ملك سيجوغان أيوهين سأل درادي وحاق ياشو شيغينا كانوا عدسانينا إن أي سوق بريان أين كان كوتدي دمك الله تلاجلي هاي بقتي الصدم أنا ولا عن ديار أنا هاي أنا عن معرفتي عدي عن راعي شروع لاس عن وافد دول الصدا هبراع وياي ودقل هبلستا برلمان قلب تاس وعكسي لكن وعكسي أو عيال عبد الحدان بري حقوة تاس وأنا لس بري حقوة نتوم برلمانش مركا وحن كل سنة هنا عد سجاس يبريها يحب يسكت جربة عاد أتبشان بغاكي وصدم إيميل الوالد قالنا إنك سدح اللي بعد يكبرن بله إنه يسكت سو جبيو حال جبر واحد فرقي هو جبر يقول له حياة أو أرجع سو فائدة يقولي أما بره راح يقول لي كان سنة يعني جبر كان سنة يعني مدفع عن وأكيد إله كاسيو ويلنبلكم إحنا قبل نمر لكم إحنا كرتيد يو سلام نمر يو سوام نمر يو شق أو كرنمر كم إحنا لب يدك منا مركو حنقع سنة نقضي عشو قبلهنا والمهدي يلش ويلشون والمهدي إني سنكلا جعلان إني سنكلا معرفة منا كلا سنين
oo qof ay isleeyeen hooshan uu ku soo bixi karaa gabar iyo wiil wax raba ay keenaan iimaanka ay isgeliyaan misan waxban samaynin maaragtay nin tooxaysi ama qof jeclaysi ayka samaynin taasna waan odayaasha waxaan ku codsanaynaa waxaan u sheeganaa sida uu habraac yahay taas haddaa ka soo tago waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado sida aad la socotaanba maanta waxaan soo saarnay habraacii ama jadwalkii shaqada inta noo dhiman aan ku dhammaystiri lahayn maanta laga bilaabo ilaa dhowrkii beri soo dhaafay waxaa socotay doodii iyo xalintii khilaafaadka waxaan rajeynaynaa inaan soo gebagebayno hadduu alla yidhaahdo 23-ka oo ku aadan maalinta isniinta ah waxaan ku xalinaynaa intaas waqtigiisaan ku jirno wax allaala wixii ku saabsan xalinta khilaafaadka ka dhashay arrimaha la xiriira odayaasha oo dee laisku haysta iyo waa yahay iyo ma ahan waxaana la wadaagi doonaa dadka mar sida aan dii sheegnay iyadoo qoran go-aan kasta oo aan ka gaarnay dacwooyinkaas aan hayno oo hadda gaaraya haddii aanan qaldanayn 35 dacwo ayay gaarayaan macnaha waxaa waaye qof aan laisku haysan waa yaryahay marka taas ayadana dadka soomaaliyeed iyo ummadda reer galmudugba si bablig ayaan ula wadaagi doonaa waxaan rabaa kaloo inaan sheego maalinta laga bilaabo talaadada hadduu alla yidhaahdo waxaa noo bilaabanaya xulistii xildhibaanada odayaasha waxaan siin doonaa maaragtay foomamkii ay ku soo buuxi lahaayeen kadib marka ay la soo tashadaan ama odayaashii jufada ama cuqaashii ama waxgaradkii ama cid kasta oo ay kala dhexayso talada markay la soo tashadaan si usoo buuxiyaan foomkaas kuna keenaan xildhibaankii ugu habboonaa ay isleeyihiin 4 sano oo soo socota ummadda reer galmudug waa aan kici doonaa deegaanka dooranaya odagu oda nabadoon ku yahaana waa dooran doonaan talaadada ayay noo bilaabanaysaa ilaa 30-ka bisha December waxaan ku jiraynaa qabashada iyo xalinta khilaafaadka ka dhasha xulista xildhibaanada ayaan ku jiri doonaa haddii la yiraahdo waxaan rajeynaynaa 30-ka iyo 1-ka December inaan xildhibaanada galmudug aan howlgelinno oo wixii u baahnaaya u samayno isla markaasna dhaartii iyo qofkii ugu weynaa inuu markaas maaragtay oo guddoon u noqdo annaga halkaasaan ku hari doonaa laakiin suudi ahaan waxaan usii astaynay in 4-ta Janaayo ay noqoto maalinta doorashada guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenada 9-ta Janaayona ay noqoto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka intaas ayaan rab inaa in la wadaago waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad yani sida sharafta iyo qiimaha nagu soo qaybgasheen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu